مرحبا بك سعيد معنا. يعني بداية، ما أهمية هذه المناورات للجانب المغربي؟ مساء الخير لورين. أعتقد أن هذه العملية تندرج ضمن نسيم البحر 2021 وبمشاركة 32 دولة، من ضمنها 4 دول عربية، أذكر الإمارات، مصر، والمغرب وتونس، بالإضافة إلى إسرائيل. هذه المناورة العسكرية تأتي بعد مناورة الأسد الإفريقي 2021 والتي تمت بنجاح في الأقاليم الصحراوية المغربية. الآن المغرب يثبت وجوده خارج الحدود المغربية، بمعنى أنه يريد أن يطور ويطلع على أحداث الآليات من الأسلحة والأسلحة البرمائية التي يمكن أن يكتشفها ويمكن أن يساعد في البحث عن تقنيات جديدة ممكن تنضاف إلى قيمته، علما أن إسرائيل الآن لم تعد عدوة كما كانت، وإنما الآن هذه استئناف العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل جاءت في سياقات معروفة والسياقات الاستراتيجية معروفة، وبالتالي لا داعي لوضع ستائر لهذه العلاقات، وإنما هذه بداية من أجل نشر مجموعة من الاتفاقيات التي يمكن أن تصب في صالح إسرائيل وفي صالح المغرب وفي صالح الدول المجاورة. نعم، يعني سعيد، هل الهدف من هذه المناورات هو أكثر يعني عسكريا أم سياسيا برأيك؟ أعتقد أن المناورة لها مجموعة من الأهداف، أعتقد من ضمنها الأول هي عسكريا. تصوري أن هناك 5000 جندي مشارك في هذه العملية كما قلت، من 28 دولة، بالإضافة إلى 40 طائرة و 18 فريقا للعمليات الخاصة، بالإضافة إلى 30 سافنة. وأعتقد عندما تجتمع هكذا دول داخل نسيم البحر 2021، لا شك بأن كل دولة ستضفي إلى هذه العملية أسلوب جديد وتقنية جديدة، وعلى المغرب أن يلاحظ، العسكر المغربي أن يلاحظ كيفية استعمال هذه التقنيات والاستشارة وتبادل الخبرات ومواصلة البحث والتدريب والتنقيب على الآليات الجديدة التي يمكن أن يستعملها المغرب، سيما وأن المغرب اقتنى مجموعة من الأسلحة التي توجد لدى أمريكا وتوجد لدى إسرائيل وتوجد لدى الدول الكبرى، بمعنى أن المغرب يريد أن يضع نفسه داخل العملية السياسية لحلف الشمال الأطلسي بالبحر الأسود. نعم، يعني سعيد، كيف يعني ينظر الشارع المغربي إذا إلى هذه المناورات، يعني خاصة الإسلاميين، يعني وهم القوى الحاكمة، يعني هم القوى الأكبر في الحكومة؟ أعتقد أن لا يجب أن نتحدث عن الإسلاميين في المغرب. الإسلاميين انتهوا في المغرب، وهناك مجموعة من أو قلة موجودة تحاول في كل مرة أن تظهر صوتها، لكن هذا الصوت غير مسموع في الشارع، لأن الشارع المغربي الآن يريد أن ينهي أولا الحكومة التي ستنتهي في شهر 9 من السنة المقبلة، لأن الحكومة العدالة والتنمية لم تقدم شيئا إضافيا للشعب المغربي، والشعب المغربي تواق إلى تغيير هذه العقلية التي أدخلت المغرب في لمدة 5 سنوات أو أكثر في منظومة استراتيجية اقتصادية تجارية واجتماعية غير واضحة، وبالتالي المغرب عندما وافق على استئناف العلاقات مع إسرائيل كانت هناك موافقة من أعلى جهاز الدولة، وأعتقد بأن حكومة الأغلبية الموجودة الآن، حزب العدالة والتنمية بنفسه، صوت إلى صالح هذه استئناف العلاقات ووقع إلى جانب الدبلوماسية المغربية، بمعنى إلى جانب الملك، وبالتالي لا مندوحة له من الهروب إلى هذه الاستئناف العلاقات لأنها تصب في صالح المغرب، ونحن نعلم ما وقع في مع الجزائر وما وقع مع إسبانيا وما وقع من الأحداث الإقليمية التي يريد المغرب أن يخرج من هذه الربقة. نعم، ويحاول أن يطلع على الآفاق أكبر. نعم، وصلت الفكرة سعيد العفاسي، شكرا جزيلا على جميع هذه المعلومات.